وأيضا للحديث بالتفصيل عن آخر المعطيات على الأرض ينضم إلينا من رفح مراسل حدث الزميل أسامة الكحلوت. أهلا بك أسامة معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة على مخيم النصيرات وعلى منازل سكنية، المعلومات الأوفى لديك، تفضل. نعم، يعني آخر الاستهدافات الإسرائيلية كان منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة باستهداف أكثر من منزل في المنطقة الوسطى. في مخيم البراج كان هناك استهداف لمنزل، نقل عدد من الإصابات قبل ما يقارب من 3 ساعات، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولكن سبق ذلك استهداف منزلا في منطقة مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى. هذا الاستهداف لهذا المنزل خلف سقوط 6 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، نتحدث على تدمير في مربع سكني. يبدو أن هذا المربع مخلي، ولكن سكان هذا المنزل كانوا داخل هذا المنزل، سقطوا ضحايا، 6 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، بالإضافة لتدمير كامل ل9 منازل من المنازل المحيطة لهذا المنزل الذي تم تدميره في مخيم النصيرات. هنا في مدينة رفح جنوب القطاع فجر هذا اليوم استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا منزلا لعائلة الحاج يوسف في منطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. هذا الاستهداف أيضا خلف سقوط 6 ضحايا، 4 منهم أطفال، بالإضافة للوالدين. 6 ضحايا في هذا الاستهداف، نتحدث عن منطقة مكتظة سكنيا، مكتظة بآلاف الخيام أيضا، وبالتالي كان هناك عدد إضافي من الإصابات التي وصلت إلى المستشفى الكويتي هنا فجر هذا اليوم ويجري التعامل معهم. نتحدث على ضربات إسرائيلية متواصلة في كل محاور التقدم الإسرائيلي. أول هذه المحاور منطقة المغراقة، هذه المنطقة التي يعني تتواجد فيها الدبابات الإسرائيلية وبالتالي تطلق قذائفها باستمرار على المناطق السكنية في منطقة المخيم الجديد في النصيرات في منطقة المغراقة، والتي يعني خرج كل سكان هذا الحي وغادروا منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة خاصة، وأن الجيش ارتكب مجازر كثيرة في هذا الحي لاقترابه من منطقة تواجد الدبابات الإسرائيلية والحاجز الأمني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين وعلى شارع هارون الرشيد. الضربات متواصلة بالمدفعية أيضا في المنطقة الشرقية لمخيم البريج لمنطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كل هذه مناطق تتعرض لقصف مدفعي عنيف، بالإضافة إلى أن مؤخرا لوحظ أن الدبابات الإسرائيلية تطلق رشاشاتها صباح كل يوم على منازل المواطنين خاصة في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم البريج. نشكرك على كل هذه التفصيلات حول التطورات الميدانية في وسط القطاع وفي جنوبه من رفح. رافقنا مراسل حدث الزميل أسامة الكحلوت.